ونحلق عاليا على أجنحة الشوق إلى مطار الخرطوم استعلامات المطار والأستاذة ناهد عوض علي. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، صباح الخير. أهلين، صباحكم نور وزهور وورود وكل الحاجات الحلوة عليكم وعلينا يا رب العالمين. إن شاء الله على كل الناس. تسلم إن شاء الله. اتفضلي. أحييكم وأقدم لكم حركة الطيران لهذا اليوم السبت الموافق 18/9، وأبدأ برحلات العالمية. الخطوط الجوية العربية السعودية رحلة 458 مغادرة إلى الرياض الساعة 9:40 صباحا. الخطوط الجوية العربية السعودية رحلة 451 وصول من جدة الساعة 10:05 صباحا، مغادرة الساعة 11:35 صباحا. الخطوط الجوية القطرية رحلة 13:23 وصول من الدوحة الساعة 11:35 صباحا، مغادرة الساعة 12:35 صباحا. شركة فلاي ناصي طيران رحلة 591 وصول من جدة الساعة 12:40 ظهرا، مغادرة الساعة 1:30 ظهرا. شركة طيران السعيدة رحلة 534 وصول من عدن الساعة 12:45 ظهرا، مغادرة الساعة 1:30 ظهرا. الخطوط الجوية الإثيوبية رحلة 344 وصول من أديس أبابا الساعة 12:30 ظهرا، مغادرة الساعة 3:45 ظهرا. خطوط الجوية السودانية رحلة 102 مغادرة إلى القاهرة الساعة 4:00 مساء، عودة الساعة 10:30 مساء. شركة طيران الإمارات رحلة 733 وصول من دبي الساعة 4:35 مساء، مغادرة الساعة 6:05 مساء. شركة مصر للطيران رحلة 855 وصول من القاهرة الساعة 6:30 مساء، مغادرة الساعة 7:30 مساء. شركة فلاي دبي للطيران رحلة 631 وصول من دبي الساعة 9:45 مساء، مغادرة الساعة 10:45 مساء. الخطوط الجوية التركية رحلة 680 وصول من اسطنبول الساعة 11:25 مساء، مغادرة الساعة 12:25 مساء. الشركة العربية للطيران رحلة 667 وصول من الشارقة الساعة 12:25 مساء، مغادرة الساعة 1:10 صباحا. الخطوط الجوية القطرية رحلة 13:31 وصول من الدوحة الساعة 10:55 مساء، مغادرة الساعة 1:35 صباحا. الخطوط الجوية العربية السعودية رحلة 453 وصول من جدة الساعة 1 صباحا، مغادرة الساعة 2:30 صباحا. شركة مصر للطيران رحلة 853 وصول من القاهرة الساعة 2:15 صباحا، مغادرة الساعة 3:15 صباحا. الخطوط الجوية الإثيوبية رحلة 342 وصول من أديس أبابا الساعة 2:30 صباحا، مغادرة الساعة 3:30 صباحا. شركة فلاينات للطيران رحلة 293 وصول من الرياض الساعة 5:40 صباحا، مغادرة الساعة 6:35 صباحة الغد. فلاينات للطيران رحلة 892 وصول من الدمام الساعة 7:45 صباحا، مغادرة الساعة 8:35 صباحا. الخطوط الجوية العربية السعودية رحلة 459 وصول من الرياض الساعة 8:10 صباحة الغد، مغادرة الساعة 9:40 صباحا. الخطوط الجوية اليمنية رحلة 632 وصول من عدن الساعة 9 صباحا، مغادرة الساعة 10 صباحا. الخطوط الجوية العربية السعودية رحلة 451 وصول من جدة الساعة 10:10 صباحا، مغادرة الساعة 11:35 صباحا. ثانيا، شركات الطيران الداخلية للرحلات العالمية. شركة تارجو للطيران رحلة 22:03 وصول من جدة الساعة 9:30 صباحا. شركة تارجو للطيران رحلة 382 وصول من جوبا الساعة 2:30 ظهرا. شركة بدر للطيران رحلة رقم 637 وصول من جوبا الساعة 7 مساء. بدر للطيران رحلة رقم 680 وصول من الدوحة الساعة 4 مساء. شركة بدر للطيران رحلة رقم 662 مغادرة إلى جدة الساعة 9 صباحا، عودة الساعة 1 ظهرا. شركة بدر للطيران رحلة 160 إلى القاهرة الساعة 9 صباحا، عودة الساعة 9 مساء. شركة صن إير للطيران رحلة رقم 300 مغادرة إلى جوبا الساعة 10 صباحا، عودة الساعة 3:30 ظهرا. شركة بدر للطيران رحلة 604 مغادرة إلى جدة الساعة 10 صباحا، عودة الساعة 4 مساء. شركة تاركو للطيران رحلة 335 إلى عنتيبي الساعة 2 ظهرا، عودة الساعة 8 مساء. شركة تاركو للطيران رحلة 22:04 إلى جدة الساعة 3 ظهرا، عودة الساعة 7 مساء. شركة تاركو للطيران رحلة رقم
234 مغادرة إلى الدوحة الساعة 4 مساء، عودة الساعة 1 صباحا. شركة بدر للطيران رحلة 660 مغادرة إلى جدة الساعة 4 مساء، عودة الساعة 8:30 مساء. شركة بدر للطيران رحلة رقم 684 مغادرة إلى القاهرة الساعة 6:30 مساء، عودة الساعة 1 صباحا. شركة تاركو للطيران رحلة رقم 214 مغادرة إلى أسمر الساعة 8 مساء، عودة الساعة 11 مساء. شركة تاركو للطيران رحلة رقم 112 إلى القاهرة الساعة 8:30 مساء، عودة الساعة 2:30 صباحا. شركة تاركو للطيران رحلة رقم 7226 إلى الرياض الساعة 9 مساء، عودة الساعة 3 صباحا. شركة بدر للطيران رحلة رقم 200 إلى دبي الساعة 10:30 مساء، عودة الساعة 8 صباح الغد. شركة بدر للطيران رحلة رقم 664 مغادرة إلى جدة الساعة 11:10 مساء، عودة الساعة 3:30 صباحا. شركة تاركو للطيران رحلة رقم 2202 إلى جدة الساعة 5:30 صباحا. شركة بدر للطيران رحلة رقم 650 مغادرة إلى كان الساعة 6 مساء. ولكم تحياتي نهيد عوض علي وتحيات أسرة للسلامات الجوي مطار الخرطوم. شكرا جزيلا أستاذة ناهد عوض علي من استعلامات مطار الخرطوم. مشاهدينا الأعزاء، صباحكم أخضر ويومكم أحلى من السكر.